السلام عليكم متابعين قناة زين كوزين فاسيل، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كل شيء لاباس، كل شيء بخير ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم طريقة تحضير الطابولي ديال الدار، طابولي ميزون. كنحتاج لهاد الوصفة 500 غرام ديال الكسكس. الكسكس انا ديجا بريباريتو، يعني ديجا وجدتو. دابا تلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو. عندي هنا 500 غرام، عندي 4 ديال المطيشات، الكونكومبر، وعندي وحده سيترون ولا ليمونه، عندي فلفله خضراء، فلفله اورانج، وحده حمراء يعني التينية. عندي هنايا القزبر والمعدنوس، وعندي زيت البلدية، زيت الزيتون ويلد اوليف، وعندي هنا معلقة ديال الزبدة وشوية ديال الذرة المايس، وعندي الملح والإبزار. ندوز لطريقة التحضير. بالنسبه للفلفله اللي بغى يقطعها خضراء ويديرها خضراء، واللي يعني كل واحد على حساب الذوق اللي بغى. انايا كنفضل نطيبهم واحد شويه احسن ملي كيجيو خضراء هكا، ما كتعجبنيش، كنفضل نطيبها شويه عاد نديرها. وبالنسبه للشيء الاخر غنديرهم خضرين. كنجيب سميتها واحد الطحانه بحال هكذا، غير كتهرمش ليا شويه الفلفل، كتقطعو كرويات. نزيد شوية، هانتوما كيجي على هاد الشكل هكا، كيجيو كرويات صغيورين. غندوز ندير الفلفله خضراء حتى هي نفس الطريقه. الحاجه ديال الدار كتجي زوينه بزاف، وكتجي حتى المذاق كيجي مبدل على حساب على الحاجه اللي كيتشرى. الحاجه ديال الدار ما كاينش بحالها، طبيعيه وزوينه وطيبه على يديك. هانتوما كنديرهم انا في هاد المرميطه هكا ولا مقله، المهم ان نديرهم كلهم هكذا ونطيبهم هكذا في الزبده. ندير لهم شويه ديال الزبده وشويه ديال الابزار باش كيعطينا واحد المذاق زوين في الطابولي.
وشويه ديال الملحه، الملحه على حسب الذوق. كنديرهم يطيبوا غير شويه يعني نص طيبه، من بعد كنخليهم يبردوا ونخلطهم مع داك الكسكس. من بعد غادي ندوز نقطع هذاك القزبر والمعدنوس. كنجيب مقص، انا عندي مقص بحال هكا، واللي ما عندوش هذا المقص هذا يقطع نورمال بالموس. هذا المقص كيسهل شويه الخدمه. نبدا نعصر هاد السيترون. نخلي على جنب وغادي ندوز نقطع هذيك مطيشه، ما نقطعها غير في هذا التبصيل هكذا. كرويات صغيورين كي كتشوفوا بحال هكا. ندوز نقطع الخيار. نقطعهم هنايا حسن ليا، ما يديوش ليا بزاف الوقت.
هذا الروبو هذا زوين دغيا كيسربي. هاد الفلفله هانتوما كتشوفوا هي طابت، يعني ماشي طابت، نص طيبه. نطفي عليها ونخليها تبرد، ومن بعد نخلطها مع الخليط الاخر. ونزيد هذيك المطيشه درتها هنا وطحنتها احسن. وغادي ندير هذيك الذره ديال الميس، وغادي نزيد شويه ديال الزيت البلديه، وغادي نخلط. من بعد نزيد هذيك الفلفله حتى تبرد. بعد ما بردت هذيك الفلفله دابا غنزيدها على الخليط الاول. هكذا ونبقى نخلط مزيان. كيجي زوين بزاف وكيجي ساهل، حتى يعني المصايبه ما كياخدش الوقت بزاف. نزيد عليه هذاك لو جو دو سيترون، ونزيد شويه ديال الملح، جاني شويه ناقص، دائما الملح على حساب الذوق. وكنبقى نميلونجي هكذا، نخلط مزيان وندخلو للتلاجة يبرد. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجباتكم، وما تنساوش تبارطاجيو وتابوني فلاشين ديالي، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. الي شكرا، والسلام عليكم.